عليك شفت في عينيك كل المنى. فرحان قلبي بهواك شفت في عينيك كل المنى. ساعات الواحد بيكتب كلام لأغنية أو قصيدة وبعدين يكتشف إنها حقيقة. لا وكمان ممكن يعيش. وهعيش عمري معاك لو مهما طال عمري أنا. وألاقيك عايش معايا حتى وانت بعيد هنا جنبي وحاضن هوايا وقلبي ده في هواك أنا. يعني ممكن الواحد يكون ماشي في الشارع أو راكب عربية أو طيارة أو حتى سفينة في البحر ويشوف حد يخطف قلبه وعقله وما يقدرش ينساه طول عمره، ودي بقى بتبقى أحلى صدفة. لا ما بتبقاش صدفة، بيبقى قدر. اشتاق القلب ليك وانا بين ايديك ما بقتش انا. احساسي عمري بيك خلاني ليك حب وهنا. هي بتبقى لحظة ممكن تغير حياتك وتخليك تشوف الحاجات كلها بألوان مختلفة، مش عشان هي اتغيرت، لا عشان انت بقيت مختلف كأنها ولادة من جديد. حس بحنين قلبي وانا بناديك زي الملاك ببقى معاك ملكك وليك. بيبقوا زي روحين طايرين في الهواء مشتاقين يلاقوا بعض. ممكن يلاقوا بعض في الوقت المناسب وممكن بعد فوات الأوان، بس حتى لو لقوا بعض بعد فوات الأوان مش مهم، المهم انهم يلاقوا بعض. حتى لو جيتي معانا هتتبسطي قوي. لا يا شيخ. اه والله. اشوفك بكره. باي يا لولو ما تتاخريش. باي يا بنات. ايه يا لولو اوصلك؟ ما انت عارف يا نور ما بروحش مع زباين. اوكي يا عمر، باي باي. باي. تاكسي. الهرم يا اسطى. بتعملي ايه يا ست؟ ايه؟ بشرب سيجار. ممنوع في التاكسي. ليه؟ هو تاكسي ولا بنزين؟ اتفضلي انزلي يا اختي لو سمحت. اولا انا مش اخت، ثانيا مش من حقك تنزلني. يا تنزلي يا تطلعي معايا على الاسم. اطلع يا اخويا على الاسم، انت هتخوفني. لو سمحت انزلي، السجاير بتتعبني. ليه؟ عندك ضيق الصدر؟ لا عندي حساسيه من اشكالي. والنبي اطلع، انا خارجه من الشغل هلكان. بقول لك انزلي لو سمحت. الهي ينزل لك عرق النساء يطبق على نفسك. في ده بابي بنت الحرام. الهي انفتح عليك باب جهنم. شكلك غلبان على اوتوبيس. والله ما انا طفياه. صباح الخير يا جميل. طب بلاش، صبح تاتا اتنين في تلاته. يا باكو شوكولاته يا حلو. رد السلام. الا السلام ده غالي. شبه البومه الذكر. باين عليك رايح المدرسه، مدرسة تربية وطنية. ما تيجي اوصلك. والنبي تعالى تعالى هوصلك. والنبي ما حتندى. تعالى بقى. طب خد كمل دي يا خفيف. اي قامت الارمة. والنبي ده كلام؟ نعم. ساعة اقعد مستنيك على المحطة، اخر ما زهقت مشيت. مستنيني؟ انت مين يا جدعان؟ يعني ساعة تتحايلي عليا عشان اشوفك وبعد كده تيجي متأخرة، مش تبطلوا الحركات دي؟ انت اهبل صح؟ احيانا في ناس بتقول عليا كده. وساعات عبيط؟ بس متأخريش بعد كده، بعد كده خمسة يعني خمسة، لو اتأخرت هسيبك وامشي. انت بتشتغل ايه يا واد انت؟ خطبة. نعم خطبة. هاني اباظة ممثل. على فكره اباظه ده مش اسم ابويا، ده اطلقوا عليا الاسم ده في الوسط الفني عشان الشبه اللي بيني وبين رشدي اباظه. بصي سيبك من العينين خالص، سيبك من العينين، سيبك من المناخير كمان. بصي مش شبه رشدي اباظه بالظبط. قولي لي بقى انت رايحه فين؟ مش تسالني الاول انت مين؟ ليالي. يا سلام، الليالي تعمل ايه فينا الليالي؟ ده انت جامده قوي. عبد الحليم شخصيا غنى لك. بتشتغلي ايه بقى ليالي؟ ليه عاوز تطلع لي بطاقة؟ ليه؟ هو أنا صور في السجل المدني؟ انت يا هيني بجد تشتغل ايه؟ ممثل، مالوش بخت. ممثل؟
بس انا ما اعرفكش. طبعا ما تعرفنيش، زكاة امي نفسها لما بتتفرج عليا ما بتعرفنيش. لا بجد، طلعت في ادوار ايه؟ يوه، كل الادوار التاريخيه طلعت فيها. في دور ايه؟ احدهم. مين؟ احدهم يعبر يمر. كومبارس يعني؟ احدهم اشيك. وانت بقى تشتغلي ايه؟ احنا رايحين بيتك. عازمك على الفطور، عندك مانع؟ ماشي، هناك اقول لك بشتغل ايه. ياه، دي الحياه سهله قوي يا جدعان. خف دمك عجبك، هاجي افطر معاك واروح. ولا انت فاهم انك هتفتح عك؟ وده بقى عارفاه؟ شفت يا ابني، بقول لك صاحبك بقى مشهور. شفت لي ايه بقى؟ مسلسل مع عزة أبو عوف. طب ما شفت لي السينما. لا والله يا أستاذ أحمد. آه. مش اسمك باين أحمد باهر؟ لا يعني، أنا اسمي عادل ماهر. لا الحقيقة أنت بقيت مشهور قوي. سوري، أنا أصلي مش بجمع الأسامي قوي، بس شكلك مش غريب. طب تعرف أن أنت أول واحدة تغلط في اسمي؟ محدش بيغلط في اسمه عشان أصلا محدش يعرفه. الغيرة دي عادي، لأن آخر فيلم أنا عامله كان الأستاذ طالع فيه. إيه، ما موتش الناس من الضحك؟ مش أنت ده أفاك؟ أفاك؟ إزاي؟ بص يا ست، احنا كنا شله على المطرقعه وبنلعب صلح على قفاه، وصادين واحد صاحبنا مدرب بنضحك عليه، قصدي على قفاه. وانت بقى كنت القفا؟ وهو ده شويه. ما هو ياما ناس مثلت بوشها ولا حد افتكرها. طب انا قفايه ده طالع على القفيش بمنظرين، انت بقى كنت فين على القفيش؟ والله دمك خفيف يا هاني. انتوا اصحاب من زمان؟ للاسف، من واحنا عيال مع بعض في البلد، ولما نزلنا مصر عشان نشوف حظنا مع الفن عشنا في الشقة دي. كلكم ممثلين؟ لا، علي الشاعر ده كاتب ورسام، مؤلف عبقري، سينما ومسرح وأغاني وروايات لقيتها حلوة قوي. علي ده بقى مجنون جنان ملوش حل. ده باعتبار ان انت اللي عاقل يعني؟ لا 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 لا، علي ده في الهلالة. بس حتة دي موهوب، بس ناقصه حتة كده. ايه هي؟ ان الناس تعرف. وانت بقى ليالي، ايه لونك؟ لوني؟ بقولك ايه، ما تيجي نطرق علينا ازازتين بيرة. لا مش هشرب. قوم بس هتلينا ازازتين بيرة. ماشي يا نجم، ماشي يا اخويا، بس ابقى خف اوامرك شوية. امال لما يبقى اجرك 5-6 مليون هتعمل فينا ايه؟ ابدا مش هعمل اي حاجة، بس اكيد مش هبقى عايش معاكم. لا اصيل يا ولا. بقولك ايه يا حلو، الحكاية ايه بالظبط؟ عاوز تعرف ايه بالظبط؟ لا لا لا، مش الطعم ده، انما زي انا اللي بالامر المحال اغتوى. شفت القمر، نطيت لفوق في الهواء. طب ما تيجي نخش جوه انا وانت. جوه فين؟ فوق النوم يعني. انا احب النسوان الذكيه، وانا بكره الرجاله الغبيه. هني باني انك مالكش مستقبل مع الانسه. مش أنسة برضو ولا ايه؟ بس في ايه؟ هتهمى دي عادل شوية. عادي بس يا ليلي، روقي روقي. انا حد جريني على هنا ولا جيت بمزاجي؟ صحيح. خلاص يبقى تسيبني امشي بمزاجي. هاتلي شنطتي من جوه لو سمحت. ليه بس يا ليلي؟ مش مرتاح. انا بعمل اي حاجة تيجي على بالي صحيح، بس ما حبش حد يكبس على نفسي. وصاحبك تقيل نفس وتقيل، بيشفط الاكسجين من الاوضة. الله عليك يا عم صلاح شاهين، نفسي المشهد ده بالذات يطلع بالطعم ده. يا ستي حقك عليا، انا اسف يا انسه يعني، بس ممكن يعني تقعدي معانا شويه؟ لا انت غبي وانا مش هقعد معاك. طب ممكن تيجي معايا دقيقه واحده بس؟ هي دقيقه واحده يسلم عليكي قبل ما تمشي. هو مين ده؟ الابطان بتاعنا علي شاعر. هي ناقصه. طب مش من هنا؟ من هنا من هنا. طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده ثانيه واحده. يا ابطان ابطان يا ابطان، لازم تشوف الاختراع اللي بره ده، دي بنت حكايه. لا ما ينفعش، لازم تشوف. ايه، في حاجه وقعت عليك؟ انا وقعت على رجلي. يا سبحان الله، يعطي العقل لمن يشاء ويسلبه من من يشاء. هو ده وقت دعاء عليا؟ ما تشوف لي صرفه في رجلي دي.
انت اللي رسم اللوحة دي؟ زمان كنت برسم قبل قلبي ما يوقف. انت هتغني عليا؟ ولا كل اغاني الدنيا ولا المزازيك تساوي شعر مكسرة ومرمية بدلع على وشك الملاك. ملاك؟ عمري ما حد شافني ملاك. يبقى عمي ابي شوفوش. انت ازاي اخترعوكي امتى؟ وبيقولوا عليك مجنون؟ ده انت مصدر الجنان نفسه. قبل ما يغمى عليا قوليلي انت ازاي كل حاجه فيكي مظبوطه كده؟ فيكيش غلطه؟ حتى اسمك كانه معمول علشانك. ممكن توقع ايدك بس بشرط هنبدا نشرط. مش قادر. ليالي بوسيني بوسيني قبل ما اموت. ايه مالك صاحبك بيعمل كده ليه؟ زي ما يكون في عفريت لبسه. سيبه بيدرج البلبل. طب واحنا؟ كل حي وله نصيبه. طب واحنا بقى مش هيلومنا بالحب ده جانب؟ وانت بيكفيك جانب واحد؟ ده انت عايز الذبيحه كلها. علي يا نهار اسود انا بدات اترعش شورتهم بالنحوي. تعالى مش عاوز ادخل جوه. ليالي انا ضعت يا ليالي. ممكن تيجي؟ ممكن اعمل اي حاجة انت عايزاها بس اخد نفسي. عمري ما دخلت اوضة نوم راجل غريب. هو انا غريب؟ انت اغرب واحد شفيته عناية. تعالي. ما اقدرش. بتبصيلي كده ليه؟ عشان جيت مع هني هنا بسهولة؟ اهو جنان كده وخلاص. عارفة انه غلط. يمكن حتى ضعف مرة من مرات جناني ده. تعالي يا ليالي. ما تندهليش بحنية كده. تعالي ما تخافيش مني. مش خايفة منك أبدا. عشان تعرف إني مش خايفة منك أبدا. علي يا روح. علي أنت مش هتقرب مني. لا ولا هتحاول. أوعدك وكفاية عليا أفضل باصص في عينيك الملاك دي. مش قادر أشبع منهم. علي دي أول مرة في حياتي ما خافش. ليالي ودي أول مرة في حياتي خاف. قفلوا الباب. مش قلت لك هو اللي هيخلص مع البلبل يا ابني؟ هو اصله بيعمل الشياطين بتوعه ده عادي. عادي بالنسبه لي؟ اي حد في الدنيا يعملهم. طب وانت وريتناش شطارتك ليه يا حبيبي؟ انا ما بحبش الف وادور. انا عايز وانت عايز نلخص بقى في الامور. مفيش داعي للف والدوران ده. وعلى فكره كده هو سهل لنا الماموريه. انا اخش بعديه وانت تخش في الاخر. انت عارف اخوك مستعجل وعنده اوردر. الله يبارك لك. غريبه انت يا جدع. انت فنان وليه النهار بتقابل نسوان؟ انا اشرح لك بقى حبيبي. في نسوان في الاول تسخنك قوي. النوع ده نادر. البت دي منهم. ها وقال ايه كمان؟ مصر السما الفستقي وبيعين الفل ومرايه بهتان على القهوه ازورها واطل والقى النديم طل من مطرح ما انا طليت
ولقاها برواز معلق عندنا في البيت، فيها القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا شواربه اللي ما عرفه الذل، ومصر فوق في الفرندا واسمها جولييت. ولما جيت بعد روميو بربع قرن بجيت مسحت دمعي في كمي، ومن ساعتها وقيت على اسم مصر. الله يا علي. ها بيعملوا ايه؟ بيقول لها اشعار صلاح جاهين. اوعى تقول كده. نعم يا اخويا. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء. وايه اللي دخل مصر بقى في النسوان؟ الموضوع المره دي غريب. غريب ازاي يعني؟ اول مره اشوف علي ملطوش كده. وايه اللي لطشه؟ لكن هيغمى عليه اول ما شافها. ليه واخد بنج اسره؟ يلا نخش ننام. ننام؟ لا يا اخويا خش نام انت. اسمع كلامي المره دي. ليه وانا عايش في وسطكوا قفا؟ البنت وجايب مزاجها، دخلناه الاول جدعانه، خلصت خلاص. صدقني علي واخد الموضوع المره دي بالذات بجد. لا جد بقى على نفسه، نخلص احنا امورنا ومن بكره هو ياخدها جد. انا مش عايز المره دي، اخر واحده عرفتها خانتني وده سب في قلبي جرح بيوجعني كل ما افتكره. امتى؟ وانا عندي 10 سنين. خانتك؟ والله ما اعرف، بس حبت واحد تاني كان اجمل منك. اه فاكره قوي. فاكر اسمه؟ طبعا عبد الحليم حافظ. قولي لي يا ليالي، بتحبي مين من المطربين؟ نجات لذيذه قوي. ومين كمان؟ شاديه وفايزه احمد وفيروز وورده وطبعا ام كلثوم. ومين كمان؟ مين لازم يعني؟ عبد الحليم بموت فيه. يا نهار ابيض تاني. بس تصدق المره دي مش هخونك. ما انا عارف. ايش عرفك يا مغرور؟ قلبي عمره ما كدب عليا. وقلبك قال ايه المره دي؟ مش هقولك. يا غلس. طب بتحب ايه عبد الحليم؟ أغني؟ آه. مش خايف على نفسك؟ كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك. إيه هي فرقة جات لك ولا إيه؟ إيه يا عم في إيه؟ استنى استنى ما نسمع. نسمع إيه؟ هو إحنا في كباريه؟ ما بدهاش. إيه ده أنت بتعمل إيه؟ هتشوف. إيه عادل أنت طمعان فيا ولا إيه؟ هي وصلت؟ وحياة أبوك ما تهزرش، صاحب الجريزة سيبنا قاعدين هنا بنقاقي زي الفراخ البيضة وهو قاعد جوه عايش. يلا بتخليك جدع بقى يلا، إيه الوساخة اللي أنت بتعملها؟ ما أنا أوريك الجدعانة على أصولها. ما بلاش يا علي. علي يا شاعر. علي ما تخافيش ده الرزل. يا علي يا علي انا مش خايف. يا علي افتح الرومانسي، افتح الكسر. بس ده رزل قوي. افتح يا علي. يا حبايبي اوعى تقولوا كده، انتوا لسه بهدومكم. يا عادل اخرج بره منظرك كده. سيبني بس مش هاخد وقت. انا عارف انك ما بتاخدش وقت. الله الله. ولا دي حاجه تانية مش زي ما انت فاهم. ضحكت عليك يا فرح اشكال دي عارفك بقول لك اخرج بره. انت مزعل يا شباب زباله. ماشي يا علي. كده علي. طب هوري اعمل ايه وانا عندي اوردر وش اتغير؟ ضيعت مستقبلي يا اخي. انت كنت بتلعب ملاكمه؟ مش عارف. ابدا شكلك وانت بتضرب عادل. علي انت زعلان انك ضربت عادل عشان خاطري؟ بص على ايه؟
عادل صاحبي، احنا متربيين مع بعض من واحنا عيال صغير، بس طول عمره بيبص على حاجات من بره. علي انت زعلان انك ضربت عادل عشان خاطري؟ حبيبتي الموضوع مش موضوع ان انا ضربته عشان خاطرك ولا عشان خاطري، الموضوع انه ما شافكيش زي انا ما شفتك، حكم عليكي من شكلك وبس. علي ما تكملش، انا فاهمك. ليالي انت اظهر من اني علي، في حاجات كتير مهمه قوي لازم تعرفها. مش عايز اعرف اي حاجه الا لما تحس انك فعلا عايزه نعرف. علينا جعانه، يلا يا ابني البس وانزل معايا. انزل معاك على فين؟ على فين يعني؟ راح التصوير. انت مش اعتذرت؟ ما قبلوش الاعتذار يا سيدي، والمخرج حلف 100 يمين لو ما رحتش النهارده هشني من الدور. امال اعمل لي فيها واد جامد قوي وبسرك ليك عشان تقبل الدور؟ لا تقوم يا جدع تلبس، هو انا ناقصك؟ احنا جايين هنا نعمل ايه؟ ناكل. ناكل بجد يا علي هنا؟ انا لسه قابض حق اغنيه، مصيبه بقى يتفرتك النهارده. اغنيه بتقول ايه؟ ليالي قلبي ده بمشوق ليالي، وحالي انت داري والله بحالي. هاجي لك تاني. ليالي قلبي ده بمشوق ليالي، فرحان قلبي بهواك شفت في عينيك كل المنى، وهعيش عمري معاك لو مهما طال عمري انا، ولاقيك عايش معايا حتى وانت بعيد هنا. فرحان قلبي بهواك شفت في عينيك كل المنى، وهعيش عمري معاك لو مهما طال عمري انا، ولاقيك عايش معايا حتى وانت بعيد هنا، جنبي وحاضن هوايا وقلبي ده في هواك انا. ليالي قلبي ده بمشوق ليالي، وحالي انت داري والله بحالي. ليالي حس بحنين روحي وانا بناديك، زي الملاك ببقى معاك ملكك ولي. حسن رجعت زي زمان، زمان قوي. ليالي انا مش عايز اعرف حاجه عن زمان، النهارده وبكره واللي جاي هو اللي يهمني. علي انا فاهمك، بس في حاجات كتيره قوي حصلت لي في حياتي لازم تعرفها. تعالي اوريكي حاجه. ليالي اي حاجه حصلت لك قبل ما نرجع لبعض ما تهمنيش. نرجع لبعض؟ اشتاق القلب ليك وانا بين ايديك ما بقتش انا، احساسي عمري بيك خلاني ليك حب وهنا. حبيبتي انتي موشومه على قلبي من قبل ما تولد، انتي ليا من وانا مجرد فكره. اول مره في حياتي احس ان قلبي هرب مني. عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ ناكل بليلة. شيل البتاع دي عشان دراعي وجعني. بقولك ايه، احنا نخش من ورا في الخباسه وانت تلحق تشوف لي اي مكير يظبط لي المصيبه اللي في وشي دي. ماشي، بس شاور لي انت عليه. طيب ماشي. ايه يا استاذ متاخر ليه؟ ايه يا جيمي؟ الله الله الله، ايه اللي عامل في وشك كده؟ مفيش ابدا، انت حصلت لي مشاكل الصبح وهتتلم بالمكياج حالا. اه بس كده ما ينفعش. طب ممكن سعادتك يعني المؤلف يكتب اي خناقه كده وكانه اتضرب فيها وخلاص؟ روح يلا شوف اللي قلت لك عليه، يلا بسرعه. مين ده؟ ده اللبس بتاعي بس حته ولد هايل.
مكياج هتخلص على طول. الله يا علي، خطفت قلبي. مين قالك اني بحب العذراء مريم؟ قلبي. طب لما انت لذيذ قوي كده ممكن اطلب منك طلب تاني؟ في حد بقى دخل على طمع ولا حاجة؟ عينيا. ممكن توديني ازور السيدة نفيسة؟ بحب ازورها وانا زعلانة قوي او وانا فرحانة قوي. اظن بقى النهاردة انت زعلانة قوي 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 قوي. ها هتوديني؟ خلاص اوعدك بكرة ان شاء الله. انا كمان وحشنا زورها قوي. خليك انا ثانية واحدة اسأله وارجع لك. أوكي. معلش الاستاذ قال غيروه. يغيرني ازاي يعني؟ ما ينفعش يا ريس. يا ريس انا تحت امرك يا ريس، بس الموضوع بسيط خالص، بالمكياج يعني هنظبط في ثواني يعني. شايف ما ينفعش؟ طب اقول لحضرتك حاجه، ممكن نروح عزات الاوضه لان خلاص قال لك ما ينفعش. جهزوا لي مشهد الخناقه. اوكي يا استاذ. هي بقت كده بقولك يا جيمي، ايه مشهد الخناق اللي بقول عليه ده؟ يعني في واحد بعيد عنك هياكل علقه هيطحن. طب بقولك ايه، قول. انا معايا الواد اللبيس بتاعي سكر، عايزك ياكل عيش معاك في المشهد. بس ده عشان خاطرك انت بس وعشان تعرف انك حبيبي. ماشي يا جيمي. يلا يا جماعه بودي جاردات الناس. هنوش يا عم شوف على المشهد اللي انت قلت عليه بتاع الخناقه. مش قلت لك انا؟ يلا بقى راحته من الواد جمال. يلا يا استاذ جيمي. اقعد بودي جاردات. هو ده حضرتك المؤلف؟ جاهزين يا استاذ. سكوت. حضرتك المؤلف؟ مين فيكم المؤلف؟ نهدى. ايه ده ايه ده؟ لا 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 خلي بالك خلي بالك، انا لما بضرب ببقى غبي. خلي بالك خلي بالك يا نهار اسود. استني استني استني. إيه؟ تعالي 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 قولي لي بقى، ها اي لون فيهم اجمل، ده ولا ده؟ مش معنى يعني بتسال ليه؟ ابدا عايز اشوف ذوقك في الالوان. انا عامه بحب لون البحر، متهيألي ده احلى. ازرق. طب تعالي. ايه يا علي؟ لو سمحت عايز ما يقول احمر. ايه انت عارفه؟ ها احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصدق المرة. ازاي؟ اقول لك، يعني الواحد يرمي نفسه في المايه ويغوص ويسيب نفسه وهو مصدق ان المايه هترفعه تاني كده. احلى حاجه في الدنيا اني اصدقك انت. عارف يا علي، حاسه اني بتغسل، حاسه اني بتولد من جديد. انتي بتعومي كويس قوي يا ابني. انا اسكندرانيه اصلا. ما انا عارف. ازاي شميت فيكي ريحه البحر، شفت فيكي جنون وطيبته. ليالي انت بحر. Hey, how are you? Excuse me. What do you think you're doing? He's cute, right? He belongs to someone. And this someone happens to be me. Now get out of here. Before I show you hell. Yalla ya shatr. Out! عارف بقالي قد ايه ما دخلتش سينما؟ بموت في الافلام الابيض واسود، الناس كانت جميله. هي ايه الحكايه من ساعه ما خرجنا من البسين وانت ما نطقتش ولا كلمه؟ ليالي انت ازاي بتتكلمي انجليزي كويس قوي؟ علي
هي انا معايا لسانس ادب قسم انجليزي، وعائلتي من اكبر عائلات اسكندريه. ما تستغربش، مش بقول لك بحب الافلام الابيض واسود، اهو انا حكايتي زيها بالظبط. اولا انا مش مستغرب، ثانيا انت مش ابيض واسود، انت كل الالوان الحلوه اللي موجوده في الدنيا. علي انت ما عندكش اي بتقول تعرف انا مين ولا اصلي ايه؟ لا فعلا انا عرفتك انت. علي انا على قلبي حمل تقيل، عمري ما حسيت ان الحمل ده خف الا في اللحظه اللي شفتك فيها، عشان كده عايزه احكي لك. كلمي. كان عندي 9 سنين، كانت امي المفروض انها احب بني ادم عندي، كانتش بتحب بابا مع انه كان حنين قوي، بس كان اكبر منها في السن بكتير، كانت دايما بتعامله بأسوأ، عشان كده كان بيغرق نفسه في الشغل لدرجة ان احنا ما بقيناش نشوفه. وانا كنت بستغرب ليه كل ده واحنا عندنا فلوس كفاية، ليه بابا طول النهار في الشغل وسايب ماما وحيدة ومتوترة. لحد ما في يومه ما عرفش ليه خدتني معايا. ماما احنا فين يا ماما؟ اخرسي خالص. ماما احنا جايين هنا نعمل ايه يا ماما؟ انتي راحوا فين يا ماما؟ بقولك ايه، العبي باي حاجة عقبال ما جيلك. حاضر يا ماما. قلتلك عودي هنا لغاية ما جيلك. مش لوحدي يا ماما. انتي ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلتلك ما تتحركيش من مكانك؟ انتي ايه؟ ما بتفهميش؟ انتي على طول كده؟ عاملة زي ابوكي؟ خليكي هنا لغاية ما ارجعك، يلا امشي من وش. العبي بس اوعي تكسري حاجة. يا ماما يا ماما يا ماما ماما انا خايفة ما تسيبنيش لوحدي. ماما انا خايفة. يا ماما انا خايفه ما تسيبنيش لوحدي. ومن الليله دي فقدت احساسي بالامان، شفت كتير كتير قوي لحد ما قابلتك النهارده. تعرف يا علي عمري ما حبيت، عمري ما قربت من راجل بارادتي، كان لما حد يلمسني بترعب. فاكر الراجل اللي قلتلك شفته مع ماما في اسكندريه وانا عندي 9 سنين؟ ايوه. بقى جوزها بعد ما انفصلت عن بابا، حاول يعتدي علي اكتر من مرة. ايه؟ اخر مرة كان يوم عيد ميلادي وانا برقص، حسيت فعلي انه بيبص لي كده وماما ما خدتش بالها. كنت دايما بخبي عليها وعلى اخويا، ما كنتش عايزة يد المعبد اللي فيه ده، حتى في اليوم ده بعد ما الحفلة خلصت. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش شايفني بغير؟ اطلع برا، اطلع برا، هصرخ، هنادي ماما، اطلع برا. انت ايه اللي بتعمله ده؟ هد ده. خرجت من البيت جالي انهيار عصبي، معرفش قعدت قد ايه اتعالج منه. كل اللي اعرفه اني سبت العز والفلوس والخوف والانحطاط، جيت على مصر. صحيح ما خليتش اي راجل يلمسني، بس اشتغلت في البار وعملت كل حاجة توحي بإني كنت. أحيانا بحس إني عايزة أغوص في الوحل بكل كيان، كان نفسي أمي تشوف ده. ساعات كنت بحس إني عايزة أعمل مصيبة فضيحة، ساعات كتير كنت بتمنى الموت. ليالي بعد الشر عليكي حبيبتي، انت كل اللي قدرتي تعمليه إنك تأذي نفسك، توجعيها وتنتقمي منها، عشان تفضل انت دايما المذنبة في نظر نفسك مش امك. تعرف يا علي
احنا بقالنا يومين مطبقين من غير نوم. ومين اللي عايز ينام؟ انت؟ بس انا اتاخرت على الشغل، لازم اروح البار. طب ما انا هاجي معاكي. لا تيجي معايا فين؟ ما ينفعش. معايا فلوس ما تخافيش. لا مش حكايه فلوس يعني، بس ايه في ايه؟ تقعد هنا لحد ما اغير هدوم، ما تكلمش حد لحد ما يرجع. ايوه ايوه جاي معلوم، هجيب لكم كل اخبار حلوه. مساء الخير. مساء النور، لو سمحتي عايز واحد. هنجيب كل حاجه، بس قول لي الاول انت جاي مع لولو؟ مين؟ لولو ليالي الدغري. انا عايزاك بقى تحكي لي كل حاجه بالتفصيل الممل من طقطق لسلامه عليكم. قابلتها فين وازاي وامتى ومع مين واتكلمتوا في ايه ورحتوا فين وكل حاجه. عايزاك تحكي لي اي حاجه انت عملتها. انما مين بقى حضرتك؟ انا سميره بخ. بخ؟ ايه ده ايه ده، انت تطري على اسم بوبي ولا ايه؟ بقول لك ايه، اوعى تقرب لي لحسن بغير موت. وانا جيت جنبك. لا بخ بقى، ما تاخدنيش في دوك. انت جاي مع لولو؟ ايوه. خالها؟ لا خالتها. حلوه دي. لولو ظهر لها راجل. الدغري ثابت. ما تزغرتي يا بنتي يا ندى. والنبي يا اختي، خايفه في الاخر يطلع اخوها. بيبان بيبان، انت ما شفتيش لبختها؟ ايه يا عم عايش الحياه وشك. يلا بقى اكل بسرعه لحسن شكلها البوم جاي علينا. ما تقول بقى. العسل اسمه ايه؟ علي الشاعر. يا اختي اسم الله، حلوه الشعر دي. انا بقى حنان الذكر. مش باين يعني. العسل بقى دمه خفيف. ماشي، بس انا برضو الذكر في المواقف الشديده بيبان عليا على طول. وانا بقى ندى ساسه، والمطعونه دي ليلى معيزي. بنتي يا ندى ما ترسميني يا بنت قدام الموز. سامع يا اخويا صوتها معيزي؟ اهو طول الليل نحلق عليها عشان ما تتكلمش وتطفش الزباين بعيد عنها. وانت بقى بتشتغل ايه يا حاجه؟ شاعر وكاتب ورسام. ما شاء الله، كل الحاجات دي بقى بتاخد عليها فلوس؟ انت هتنقع الراجل. لا يا حبيبتي، عايزه اطمن على لولو. هنقف نتكلم بقى. يلا يا اختي انت وياه شوف شغلكم. اتفضلي. ماشي 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 ماشي. اتفضلي. مش قلت لك ما بيصدقوا يلاقوا راجل؟ انا بقى غيرهم خالص، انا بنت ناس موت. طب البيره بقى يا بنت. ماشي. ايه يا دغري؟ تعالي يا بنتي يا لولو، تعالي تعالي. في ايه؟ ايه بقى الموضوع؟ موضوع ايه؟ قولي يا بنت ده مين؟ بس يا بنت انت وهي انتوا هتجرسوني؟ دي ليلتك يا لولو. يا بنات الاستاذ علي فهم وصل بطبع بوصل. مين نازل بيها؟ انا هنزلها. لو النبي حد ينزلها غير ها. جيني با شانجي. وانت بتتغير. يا بنات حلوين. طب وانت مالك؟ طعمين قوي. خليك في حالك. تحت بيتنا ساكن جاري، اقول له حبي يقول لي حلوين يا بنات. طب وانت مالك؟ طعمين يا بنات. خليك في حالك. تحت بيتنا ساكن جاري، اقول له حبي يقول صوت حلوين يا بنات. حلا حنين ازاي؟ هو اسمك حلا؟ البنت سميرة بخ بتلف حواليه وانت عرفتها دي من الارض تشد الراجل تجيبه من جد. بص بص بتوشوشه ازاي؟ تحت بيتنا ساكنة بقى. لون دي اجدع واحدة جدا. عمر ما حد قال لها دي ما ينفعش الحل لو دي تتجوزها على طول. وانت بقى بتشتغلي خضبة في البردة ولا ايه؟ لا بس انت شكلك تعرف بقى ان انت اذكى واحدة في الدنيا؟ يا اخويا
الواحده فينا ما بتصدق تلاقي راجل جدع يلمها. قول يا رب. كتبوا لك مشهد الخناقه يا فلاح كده عادل وبتضحك كمان؟ دي ناس مهزقه، اللي يضرب واحد زي يبقى راجل مهزق؟ بتضحك تاني يا عادل؟ تاني؟ عايزين اي حاجه بس نادوا عليا وانا هتهوى. بقول لك ايه؟ انت سايب الراجل ليه؟ يلا روح. مش كفايه شرب بقى؟ ما بذكرش من البير، بذكر من عيون ليالي. علي عشان خاطر كل نظرة من عينيكي كأنها برميل واسكي. برميل يا علي؟ ليالي أنا عايز أقولك حاجة مهمة أوي. طب أشوف الزبون ده بس وارجع لك. حنان اتذكرت روحي، أنا عايزك في حاجة مهمة أوي. احنا خارجين مع بعض بعد كده، تقولي اللي انت عايزه. ليالي تتجوزيني؟ يا خبر اسود؟ لا خبر ابيض. دلوقتي ليالي اتجوزيني دلوقتي. يا خراب يا علي، قلبي وقف. لا 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 لا، مش دلوقتي، هو يوقف دلوقتي. ما يهرب مني. لو هرب مني فانا اللي هتحقق. يا جماعه، انا بعلم من مكاني ده وبكامل ارادتي، انا علي الشاعر وبكامل قواي العقليه، اني هتجوز الليله دي وقبل عيني ما تغمض. ليالي بنت ليالي، هو انت اسم ابوك ايه؟ الحقوني يا بنات، انا واحد اخر حد ما اتفرج. يا رب هاتي. يلا يلا يا حبيبتي عقبال، يلا مش وقت سهواك، يلا يلا الله يبارك فيك.
يلا يا حبيبتي. ليالي دي هدية اخواتك البنات، كل واحدة حلفت لتقلع وش او اتنين من ايديها، وده انسيال المخفي على عينك حيلة، حلف لا يديهولك. ما تبصليش كده يا ليالي، وحياة النبي دي فلوس حلال، ما تكسفنيش بقى. ايه يا شباب، احنا مش جايين نحب بعض، عايزين نحتفل بالعرسان. اعملك يا ديتش، يعملني ساندويتش. طب تاني ديتش، يعملني ساندويتش. يا مقطع كل حاجة ومفرع الكاوتش. اتش اتش يا اتش، حبة حبة ما تجيب لحسيت مربى. يا اتش حبة حبة ما تجيب لحسيت مربى. يا اتش ايه لهوب، هجيب لك كانتالوب، هجيب لك كانتالوب. اتش اتش يا اتش اتش اتش، هصلحك بستريتش. معموصة ليه يا اتش، هجيب لك استريتش. اتش اتش انت بترقص. لو 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 لو. يلا يلا ارجعوا ورا. عرفت ترقصي كويس قوي. يعني انفع؟ تنفعي؟ انت لازم تداري جمالك، احسن رقصات مصر لو شافوكي هياكلوكي. صباح جميل وشريف على احلى اصحاب خلقها ربنا في الدنيا. لا 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 لا، انتوا تصحصحوا وتفوقوا وتشوفوا لي كل الالوان المبهجه وتحطوها في حزمه واحده وعليها نور السما كله وتقدموها لمراتي. اتجوزت؟ اتجوزت النهارده، هروح البلد وارجع، لازم اقول لامي وافرحها. انتوا عارفين ملهاش غيري. النهارده بعد الظهر كلنا نكون عند المأذون. يعني لسه ما اتجوزتوش؟ مبروك يا ليالي، الف مبروك. ما تبارك لصاحبك يا جدع، ايه مبلم كده ليه؟ مبروك يا علي، خير ما اخترت. انا حاضر نفسي في 5 دقايق وانزل على طول، عن اذنكم يا اولاد. اتفضل يا ابطال، والف مبروك. لول، ايه حكاية ابطان دي؟ ما حكتليش يعني. ابدا، كل ما ازهق من الدنيا واحس انها دست عليا قوي اهرب للبحر. البحر صاحبي، شبهي. البحر؟ اطلع على اي مركب واشتغل شهرين ثلاثة لحد ما احس اني اتغسلت ارجع للارض تاني. علي ما تخوفنيش. ايه اللي يخوفك؟ ما اعرفش. علي، ايه الورق ده كله؟ مسرحيات وافلام واشعار، بس نادرا ما حد ياخد مني شغل، وبقول يا اما انا اللي بكتب وحش او جايز انا مجنون. او جايز الدنيا هي اللي مجنونه. دي بقى اجملهم. ايه دي، مسرحيه؟ من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انت شبه البطله قوي. شبه البطله؟ يا سلام، لا هي اللي شبه. يا حبيبتي انت مالكيش زي الدنيا. همس القلب. يعني ايه اتجوزها دي زبال؟ يا اخي ما تسكت بقى، انت ايه؟ علي ما يعرفش فين مصلحته، احنا لازم نعرفها له. علي مش محتاج، علي عارف هو بيعمل ايه. ودي مين دي يا ابني اللي علي ارتبط بيها؟ دي واحدة صايعة وعلي قدامه مستقبل طويل عريض، كده هيضيع نفسه، انا مش هسيبه ان شاء الله اضربه. تاني ما تخليك في حالك بقى وتحط لسانك في بقك. استنى دول شكلهم جايين. علي ما تتأخرش عليا، هي مسافة السكة وهرجع لك على طول. انت بقالك يومين ما نمتش. ومين يجي له نوم؟ الفرحة طيرت لي عقلي. هاني، عادل، خلوا بالكم الليل لغايه ما ارجع. هي ساعات تعرفين ماليش غير امي في الدنيا وهي اللي لازم تباركني. طبعا تقصولي علي، هتوحشيني قوي، مش عايز اي حاجه. ما تقلقش علي، انا هنا وسط اخواتي.
سلام. يا عيد الحكايه كده شكلها قلبت جد. انا صحيح ما كنتش موافق لكن صاحبك عايز يغرق نفسه. هو حر؟ اتلم بقى ليلي، محتاجه اي حاجه؟ لا يا هيني شكرا. طب ما تخشي تنامي لك شويه، انت ما نمتيش من امبارح. طيب يلا خشي نام، ما تزقش. رايح فين عادل؟ رايح الحمام، ولا ده كمان ممنوع في البيت؟ نام انت بس. مش عايزك تكوني زعلانه مني او يكون في بيننا اي حساسيات. لا ابدا يا عادل، احنا بقينا اخوات مش كده ولا ايه؟ طبعا. طب تتفضلي مني الفطار ده بقى على قد ما اقصد. ميرسي يا عادل. طب لو عايزين اعمل لكم فطار. لا هو هاني نايم وانا هخش انام دلوقتي على طول، وانا كمان محتاجه انام قوي. يلا بعد اذنك. تدخل على خشبة المسرح وهي تتلألأ بردائها القرمزي كنجمة في سماء ليلة صيف، فإذا بهذا الوهج الجنوني كهذا الذي أطاح بقلب روميو، ذلك الإحساس الذي يدرك الإنسان من لحظته الأولى أن هذا هو قدره، وتتلاقى العينان.
عادل عادل انت رحت فين؟ انا طلعت بنت الملوك. انت عملت ايه؟ في الليالي رد عليا في الليالي مساء الخير من فضلك عايزه ابيع دول لو سمحت ايه يا فندم عايزه احجز سويت باسم مين يا فندم ليالي ادا شرفت سعادتك لو سمحتي عايزه الفستان ده واو ده تحفه عايزه اسهر في نايت كلوب على فكره احنا عندنا نايت كويس قوي في الاوتيل مش عايزه اسهر هنا يبقى مفيش احسن من نايت تالت عسل
هروح اشوفك كانت عايزه ايه. انا سامح عسل، حضرتك سالت عليا. اتفضل. لا حضرتك ضفت الليله، يا ريت تتفضلي معايا فوق بعد اذنك. اتفضلي. على فين يا علي؟ مسافر، هطلع لاي مركب. طب وشغلك؟ البحر بيريحني، هشتغل على اي مركب شويه يمكن اهدى، ونهديت يمكن ارجع. علي انت زعلان مني؟ لا. قبلت. طب ممكن حضرتك تتفضلي معايا في المكتب نكتب العقد؟ عني بعيد لكن قريب مني، والجرح جرح وبس هالني. اكتر حاجة توجع ان لما اتنين يتوحدوا يبقوا كائن واحد، يبقى قدرهم انهم يفترقوا، ومهما تروح وتلف بلاد ومركب توديك ومركب تجيبك، عمرك ما هتقدر تنسى. حتى لو قابلت أطيب وأرق قلب ممكن تلاقيه في حياتك، حتى لو قابلت حنان. أول ما المركب تمشي تقدروا تقعدوا على الصندق، بيبقى الفيو حلو قوي، وفي الصندق بيبقى المنظر لطيف. صباح الفل يا قبطان. صباح الفل حنون. إيه فينك؟ كل ده في البحر، بقالك يومين بتودي تموين؟ أكيد كان في بنات حلو. خلاص يا جماعة كل الناس سكنت؟ كله تمام. كله تمام. انتوا قاعدين كده ليه؟ ما تقوموا تشوفوا شغلكم. علي احنا بكره رايحين راس محمد وعايزين الطلبات دي. يلا يا حنان القبطان بيسال عليكي. يا بنتي اسمه الكابتن، مفيش في المرسى دي كلها غير قبطان واحد بس. لبنى يلا بقى هاتي جدول الرحله واجمع الاستاف كله. ها اوكي. بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. يلا بقى يا علي شاحل بقى عشان الدنيا ليلت عليك. برايه بنت انت وهي ملكوش دعوه بيه. يلا خش شوف الجروب جوه عايز حاجه ولا ايه. يلا الواد غايب عن الوعي، لا بيكلم حد ولا حد بيكلمه، ومش فالح بس غير في تسبيل عينيه. لعلمك بقى هي ديته علقه ويروح مطرح ما جه. حنان علي هناك اهو. الحمد لله على السلامه يا حنون. ازيكم يا بنات؟ حنان ما تنسيش الحفله الليله. علي لازم تيجي البيكيني بارتي. بيكيني بارتي؟ اوعى ما تجيش يا علي، دي فيها مايوهات تجنن. باي. اوعى تكونوا عزمتوا علي على الحفله. اه طبعا طبعا طبعا، بس كده الكابتن هيتضايق. يعني مش معقوله نقول لحنان ما تعزمش علي؟ وبعدين الكابتن بتاعك ده لازم يعرف ان حنان قلبها مع علي.
يا علي هنعمل ايه؟ لسه قدامنا 4 ساعات على ميعاد الحفل. هو يعني لازم الحفلة دي النهاردة؟ لو مش عايز بلاش، بس انا كان نفسي نبقى مع بعض وسط الناس. بقولك يا حنان، انت مش جعانة؟ لا يا علي مش جعانة، لو جعان كل انت. معقولة يا علي؟ دي تالت مرة تاكل النهاردة. ايه يا علي انا ضايقتك؟ انا اسف، بس انا اصلي نفسي اعرف طباعك اكتر، بتحب ايه ما بتحبش ايه. اسف علي يا حنان، انا بس بتفاجئ ساعات. برضو يا علي مش معايا، سرحت في ايه تاني؟ معاك يا حنان، معاك. بص لنا ازاي؟ سيبك منهم ولا يهمك. يخرب عقلك يا حنان، ايه الهبل اللي هم عاملينه ده؟ معقوله يا حنان؟ والله ده انت طلعت روش يا علي. حنان انت ما قريتيش بره ان دي بيكيني بارتي؟ كده ما يصحش عيب. في ايه يا كابتن؟ حضرتك معزوم زيك زينا بالضبط على الحفله دي، ومش من حقك تكلمني بالطريقه دي. وبعدين انا جايه مع علي. استني انت يا حنان. ايه ده اللعيبه يا باشمهندس؟ اسكت انت. يلا حنان. علي ليالي 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 ليالي. هي دي ليالي؟ هي دي اللي واخدك مني يا علي؟ هي دي اللي انت على طول معاها؟ هي دي اللي مخليك مش حاسس بيا خالص؟ ايوه يا حنان، هي دي حبيبة عمري، هي دي اللي قلبي ليها، هي دي اللي عمري ما هنساها. ايوه هي دي ليالي.
اطلع بره لو سمحت. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ يا حيوان يا قليل الادب يا تافل، ابعد عني، ابعد عني يا علي. علي كمان حبيتها من حبك فيها. روح لها يا علي، روح لها وتأكد اني هكون مبسوطة طول ما انت سعيد. انا عارفة وحاسة باللي انت فيه، بس ده كان اختيارك انت. ده ما كانش اختياري، ده كان قدري. علي مش ليه من الاول وانا كنت حاسه بكده، بس كنت بقاوح، كان دايما في حاجه بتشده بعيد عني. بس ده مش مبرر يا حنان، الواحده فينا ما بتصدق تلاقي واحد تحبه، عشان كده لازم تقاوم وتحافظ على الحب ده. لما يكون في موج عالي وريح جامده المركب بتغير طريقها، او على الاقل بتقف. في قلب علي ده اعصار كبير، مفيش حاجه تقدر تقف قدامه. علي علي بطار. علي علي اسعاف يا جماعه الحقوا. الاصابه الفيروسيه لعضله القلب بينتج عنها تضخم ما ينفعش معاها العلاج الباطني ولا التدخل الجراحي، خصوصا ان المريض سنه صغير. طبعا كل حاجه بإرادة ربنا والاعمار بيد الله، بس طبيا الامل شبه منعدم. طول عمري وانا حاسس ان عمري قصير، بس اكتر حاجه راضياني ان في عمري القصير ده قابلت صاحبه جدعه وزي القمر زيك. وانا عمري ما قابلت ولا هقابل حد في حنيه قلبك يا علي. كنت فاكر ان البحر هيريحني، بس مفيش حاجه قدرت تهون عليا اللي انا كنت فيه غيرك. حنان انا لازم ارجع مصر. ارجع يا علي، بس خليك عارف اني عمري ما هنساك.
مغصوب يا ليل، لا دخلتها برجلي ولا كان لي ميل، شايلني شيل دخلتنا في الحياة، بكرة هخرج منها شايلني شيل. مش هننسى بقى. ننسى ايه؟ ننسى يا حبيبتي موضوع السلسلة دي. سميرة مش عايزة اسمعك تقولي كده تاني. انا اسف سميرة، انت صاحبتي واللي بيني يا حبيبتي. انا قلبي عليكي، انا عايزاكي تفرحي وتتبسطي باللي انت فيه ده. قفلي على الجرح بقى يا ليالي. سميرة تفتحيش الموضوع ده تاني. حاضر يا ستي. في واحد عايز اقابل مدام. انا مش قلت لك قبل كده 100 مره المدام ما بتقابلش حد بعد الشغل؟ بس ده بيلح قوي يا سميره. بيلح؟ هو مين ده اللي بيلح؟ وزع قول له ما يلحش تاني. حاضر. قول له مشي روحت البيت يا اختي. الواحده ما تعرفش ترتاح في اوضتها شويه. ايه تلاقيه حجته دي؟ مين يا سميره؟ تلاقيه واحد من اللي طالبين مساعده. انا مش قلت لك 1000 مره يا سميره اي حد محتاج مساعده ما ترديهوش؟ ما انا ما كنتش عارفه هو عايز ايه بالظبط. طب روحي شوفي هو عايز ايه، ولو محتاج اي مساعده اديله. حاضر. اي خدمه؟ عاوز اقابل مدام ليالي. تطلع مين بقى حضرتك؟ انا هاني، احنا اصحاب من زمان ما تقابلناش من مدة، بس انا متأكد انها فاكريني وعايزة اوصل لها رسالة ان الابطان كان مسافر ورجع. بخ بقولك ايه، مفيش حاجة يا ليالي، ده واحد كان عايز مساعدة وديته اللي في الاسم. تكذبيش عليا يا سميرة، هني كان عايز ايه؟ بيقولك ان القبطان كان مسافر ورجع. انتوا ليه مش عايزين تسيبوها في حالها؟ حرام عليكوا بقى، دي حتى مش عارفه تتهنى باللي هي فيه، طول الوقت ما بتفكرش غير في علي وبس. دلوقتي جاي تقول لي علي رجع بالسلامه؟ الحمد لله على سلامته. كان فين المده اللي فاتت دي كلها وليه سابها؟ اولا علي ما سابهاش، ليالي هي اللي اختفت، ولما دور عليها وما لقاهاش هج وساب البلد ومشي. وايه المطلوب دلوقتي؟ انا فعلا زمان ما قدرتش اعمل حاجه، لكن حق صداقه علي عليا تخليني لازم اعمل حاجه. وعلى فكره حق صداقه ليالي عليكي تخليكي انت كمان لازم تعملي حاجه. دي حرام من ساعه ما بلغتها رسالتك وهي حالها اتقلب. هو كمان حالته غم. على فكرة هو ما يعرفش ان انا رحت لها، ولا يعرف اني قابلتك النهاردة. طب والعمل دلوقتي يا هاني؟ عايز اقابل ليالي. كنت عارف انك هتيجي هنا، حسك في المكان كله. لسه يا علي، لسه موشوم على قلبك زي ما انا موشوم على قلبك. ما انا عارفة هو قلبي وقلبك واحد. سافرت يا علي؟ رحت للبحر وشفت فيه جنونك وطبتك. ليالي انتي بحر. علي انا بعدت عنك بجسمي بس عشان ما هينكش، انما روحي دايما معك. فاهمك يا ليالي، عارفه انك فاهم. انا عمري ما سبتك يا ليالي، انتي دايما في قلبي وروحي ودمي. بس انت وحشتني قوي.
تيجي نكلمه ونروح. علي جاينا. حضرتك مستني حد؟ مستني الأستاذة ليالي والأستاذة بخ. بخ يخرب بيت شكلك. هاني ازاي يا علي؟ أنا كويس الحمد لله. معلش يا هاني عذرتني، أنا أسفة. بس ولا بس ولا حاجة ليالي، أنت عارفة أن أنا أقدركم أنت وعلي، وزي ما كنت السبب اني جمعتكم زمان. انا وعلي عمرنا ما افترقنا، كنت لازم ابعد عنه عشان بحبه. غريبه هي ايه دي اللي غريبه؟ علي بيقول لي نفس الكلام ده بالحرف الواحد. على فكره انا ما قلتلوش ان انا قابلت سميره، ولا يعرف ان انا جاي لك النهارده. هيني الجماعه عايزيني اعمل مسرحيه استعراضيه، وانا نفسي اعمل دنيا همس القلب، وعايزك تساعدني. هيني نفسي اشوف علي. ثانيه واحده. الو ايوه موجود يا فندم، نقول له مين؟ طب ثانيه واحده، ده سامح عسل المنتج عايزك. عايزني انا؟ خد. الو اتفضلوا. تفتكري هيوافق؟ طالما جه لحد هنا يبقى اكيد هيوافق. هبعت حد ينادي هاني عشان نعرف منه ايه الاخبار. ايوه استاذ علي، بس احنا عايزين مسرحيه بعينها اسمها دنيا همس القلب. عرفتوها منين يا استاذ علي؟ احنا بنعرف دبه النمل. اولا المسرحيه دي مش للبيع، لان ليها بطله واحده بس وهي مش موجوده. انا اسف جدا. السلام عليكم. يا استاذ علي، استاذ علي. علي انا فين؟ انت في حضني يا لول. لول ليالي يا حبيب عمري. انت كنت فين؟ وحشتيني قوي. يا قلبي كده برضو ما ترضاش تفوق غير على ايد الدكتور. ايه؟ مش حضني اجمل من اي دكتور. دكتور قال لي دكتور. طمني يا حبيبي خير. قال لك ايه؟ قال لي اوعي تعمل حضنك تاني ابدا. علي ليالي ازاي علي ما تقوليش؟ قلبك ابيض يا هاني، الجهل في الحاجات دي احسن بكتير. دي ليالي لو عارف. اوعى تخسرني اللي باقي من عمري، ولو حرف وصل لليالي هيبقى انا خدت الدكتور بعيد عنه، بس هو كمان عاوز يتأكد، عاوز يشوف التحاليل. خلاص يا هاني. علي اكيد في امل يا علي، وانت كمان لازم تمسك فيه. يا ريتني كنت اقدر امسك فيه، ده لو كان حبل دايب كنت مسكت فيه بايدي وسناني، كنت هجري وراه ولو كان في اخر الدنيا. هاني انت عارف ان انا اكتر واحد بيحب الحياه، بس كان في شيء واحد بس هو اللي معزيني. ساعدني، حضن ليالي. الفصل الأول، الفصل الأول ده فصل الحب. مع بداية دخولها على خشبة المسرح بتخطف قلبه وبيخطف قلبها، بيبقوا الاتنين قلب وروح واحدة، عايزين يرقصوا يرسموا يلعبوا مزيكا يغنوا، عايزين يحبوا كل الناس. الفصل الثاني فصل البعد، لان وجودهم مع بعض كان اقوى واطهر من احتمال الشر اللي حواليهم. اتفرقوا، بس بعدهم ده كان بعد مادي، لان قوه الشر
ما قدرتش تمس أروحه. الفصل الثالث، فصل النهاية، ودي ليلة الفرح اللي بيكونوا فيها كل الناس اللي بيحبوهم موجودين، واللي فيها بيعرفوا انهم هيكونوا البعض للأبد، وإن لحظتها بس مفيش أي حاجة تقدر تفرقهم. عشان كده لازم هي تكون في أبهى وأجمل شكل ليها، زي العروسة لما تتزف في العرس. يعني لازم تركزي عشان تفتح بكرة. هركز، بس هنحتفل بعد العرض. طبعا هنحتفل يا حياة قلبي. هتبقى معايا كل عمري، هفضل معاكي لما يخلص عمري برضو، هفضل معاكي. بتصر عليك ليه بتقول كده؟ مالك يا عمي، انت تعبان؟ لا لا لا، ده توتر عشان الافتتاح بس. ان شاء الله بكره هبقى كويس. يا سلام، امتى يجي بكره؟ وحشني يا طيب يا أرق من الملاك، فاكرك وفاكر قد ايه تهنت معاك، وكنت أتمنى يكون عمري فداك، دلوقتي بحلم بس أعيش لحظة معاك، يا عيني بحلم بس أعيش لحظة معاك.